عمري 19 عام، تهمات كعرض قاصره بالعنف، واخا ما درنا فيها والو. دابا هاد المرة دوزنا عام ديال الحبس فابو، بغينا نقراو ما تشردنا دابا عا كندورو، بغينا نرجعو نقراو ما لقيناش كيفاش. دوزنا عام ديال الحبس فابو، عندنا دابا السوابق، يلاه دابا جينا محكمة الاستئناف، كانوا يناسيرو مداولة، حساب السياسي هادشي بين الاتحاد والاستقلال، ربح هاد الاتحاد، حنا الاتحادين كاملين في الأول في الدوسيرة فيها 13 واحد، فينا هما دوك التسعة الآخرين ولا سبعة، أي بين حنا هادوك التسعة الآخرين حقدو، ما كاملين الاستقلال حيدوهم، حنا ما حنا الاتحاد داكشي علاش، السياسة وصافي، ظلمونا وصافي في هادشي. دابا كنتسناو التعويضات ديالنا راه مشردين، واخا يرجعونا الله ياخذ فيهم الحق، حنا داكشي اللي كنعرفو، حق مظلومين، علاش راه مظلومين؟ راه التحالي داروا لنا التحالي ضايعين، حتى واحد فينا ما خرج. حنا متهمين بقضية عتق قاصر بالعنف، وأنا خصوصا عتق قاصر بالعنف ناتج عن الاغتصاب، وقالوا لك بلي أنا اللي حملتها، أنا من النهار الأول مشيت للبريكات عيطوا عليا ما بيا ما عليا، كنت كنبيع الخبز، حيت كنقرا في لافاك، دابا لافاك مشى كلشي مشى ضايعين، حياتنا مشات. على قبلاش على قبل شي حاجه ما دايرينهاش كعيب الله. قالت لكم انا حملتها، قالت لكم انا حملتها، واش درتي الخبره؟ درتوا الخبره، خرجت الخبره، اش بغيتوا باقي؟ اش بغيتوا؟ اش خاصكم باقي؟ ولكن هذا الشيء كله راه ما انا ما نلوم لا الدوله لا والو، انا كنلوم هذاك العلاقه السياسيه، هذا الشيء بين الانتخابات، الانتخابات اللي وصلونا لهذا الشيء كامل من الاخر، ما بين الانتخابات بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، عندنا عداوه، عداوه في الدواره، كلشي الضواو اللي حدانا كيعرفوها باللي كاين كان علاقه سياسه ما بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال. حنا مع الاتحاد الاشتراكي هذا العام اللي فات فاش ربحنا بقى فيهم الحال، حيت كنا حنا بالضبط في خمسه كنا كنجريو، كنا كنجريو، كنسهروا الليل وبالنهار، كنسهروا بالليل والنهار باش غير اننا نربحوا في الحمله. ربحنا ان شاء الله الحمد لله، كنحمدوه وكنشكروه، ولكن هذاك بقى فيه الحال، محروق علينا محروق علينا محروق علينا، ما كاينلاش نذكروا السميه ديال الله يعاونوا دكتور. داك الطرف السياسي اللي طاح هو اللي شجع هذا البنت، قال لها شنو غديرها شنو ما ديرهاش، هو اللي مكلف لها دابا بالجمعيه، هو جاب لها الجمعيات وجاب لها شحال من حاجه، ولكن الحمد لله حنا الدوله عندنا عيشه الملك. هذا الميلود هذا ديال هذا الطفله اللي تنتهك الحق ديالها، وايضا الحكمه ما بين الظروف اللي كانت